فبيقول له بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس ده كان واحد من التلاميذ المقربين، ويبدو كان بيخدم بولس جوه السجن، فكان قريب لقلبه. تيموساوس طبعا أقرب واحد، بس كل دول ولاده وتلاميذه. وطبعا القديس العظيم لوقا كان برضو في المرحلة دي قريب جدا للقديس بولس. ديماس قد تركني، طبعا ده غير ديماس اللص اليمين، لا ده ديماس كان واحد من تلاميذ القديس بولس. تركني إذ أحب العالم الحاضر. الكلمة دي طبعا يعني كم فيها من أسى لما يبقى راعي كبير زي القديس بولس وفي آخر حياته واحد من أقرب الناس يسيبه ويخذله، ومش بس قلت راح خدمة تانية مثلا، لا ده ساب المسيح خالص وحب الدنيا. ده وجع قلب لأي أب روحي إن يبقى خادم حلو يعني كده يدي ظهره للسماء ويحب الدنيا، صعبة أوي. فاتشطب الاسم ده من عظمة بقى تلاميذ القديس بولس. ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر. ربنا يحمينا من حب الدنيا. اللي يحب السماء ما يحبش الدنيا، اللي يحب ربنا العالم يصغر في نظره، اللي يحب ربنا الفلوس تبقى تحت رجليه. وذهب إلى تسالونيك، بس واضح إنه ما راحش تسالونيك مأمورية خدمة. تفرق لو رايح تسالونيك خدمة كان يفتخر بيه، لكن واضح هنا أحب العالم الحاضر، يبقى ده رايح بقى إيه لشؤونه الخاصة. كريسكيس ده واحد تاني من تلاميذه إلى غلاطية. كل دول زمايل تيموساوس، كل دول كانوا متلمزين على القديس بولس. كريسكيس ده خادم حلو وراح غلاطية يتابع الخدمة. تيتوس ده بقى أسقف كريت بعد كده إلى دلماطية. يبقى القديس بولس وهو في سجنه في آخر أيامه وعارف أنه هيستشهد بيوزع الخدام على البلاد لمتابعة الخدمة، وصعبان عليه طبعا على ابنه ديماس اللي سابه وحب الدنيا.